من يوم ما عرفناه وهو دايما عنده الجديد واحنا وراه في كل حاجه بيعملها. من ايام القميص المشجر بتاع ما تخافيش، انا فاكر اليوم اللي اخويا اشتراه ولغايه دلوقتي مش عايز يرميه. ده احنا ابتدينا ناكل ايس كريم في الشتاء بعد ما فيلم نزل، والبلوفر الازرق في ابيض في اسود اللي كان موجود في كل دولاب في مصر. ده مفيش حد فينا ما جابش ايس كاب انا عايش، وكلنا طولنا شعرنا عشان ينزل من ورا، والسكسوكه والتاتو والنضارات والجيم وحاجات تانيه كتير. طول الوقت ده واحنا معاه في كل حاجه بيعملها. من الاخر احنا كمصريين بنحب دايما نكون مع رقم واحد، فودافون رقم واحد في مصر والعالم.